الدكتور الهواري وتزهيده في الكلام عن أهل البدع والمخالفين. شوف أنا أشكرك على هذا الكلام، والحقيقة قد يكون لي آخر إجابة، وأنا لا أخفيك أني الآن سأخرج من هنا مستاء، معلش عليك يا فندم، لأني جلست مع الطلاب ما خرجت من محمد حسين يعقوب والعريفي وعبد الحي يوسف وسيد بكر، خرجت مع الطالبات نفس المرض ونفس البلاء، ولذلك أنا عندي الدروس بتاع فيها النسوية الشغال بهناك شغال 6 سنوات 5 سنوات، لا سألوني عن عريف ولا سألوني عن معريف. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلم كذا، بدأنا من الطهارة الآن في الأيمان والنذور، ودرسنا كتاب التوحيد بكماله، ودرسنا كتاب الملخص الفقهي بكماله. أنا كلامك ده الآن وقعلي في جرح تماما. أنا أرى طلابنا وطالباتنا في الجامعات شغالين في الفضاء، وحيخرج مجتزل 1000 صدر. أنتوا اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا إلى العلم. يا أخي نحن جلسنا جلسة ساعة كاملة، بدل نستفيد نحرر مسألة، بدل نذكر الأدلة، بدل نطلع كلها في العريف وفي عبد الحيوسف. أنتوا ما تكونوا مال الناس؟ أنا ما أعرف المرضى اللي وقعت الطلب شنو يا أخي، 10 سنوات تشتغلوا لنا في زيد وبكر وعمر يا أخي، ده علم جرح وتعديل ما حقكم، ومن أول كلمة قلت لكم العلم ده حتى في العلماء ما تكلموا به للأستاذ. يا أخي اعتنوا بنفسكم، ربوا أنفسكم، زكوا أنفسكم، شوف الحال تخلصتم مع رب العالمين شنو؟ أنا صراحة كلامك ده مناسب معي للغاية، أنا أرى طلابنا وطالباتنا والله انشغلوا في أنفسهم، وانشغلوا في الناس، وانشغلوا في كلام لا صلة لهم به، ولا تخصص لهم فيه، وسيخرجوا بخفي حنين من الجامعات. بارك الله فيكم، أنا أنصحكم عليكم الله ما تضيعوا زمن ثاني. أنا شخصياً إذا دارين تجيبوني تسألوني من نزل لك تجيبوني ثاني. معليش يا عبد الحق. دارت تسألوني أشرح لكم كلمات، أديكم فوائد، أديكم قواعد، أديكم كلام عن السلف ينفعكم تجيبوني. الكلام في الأشخاص أنا ما ثاني ما دارت. والآن نسأل سؤالاً، هل السؤال عن أهل البدع والتحذير منهم هل يعتبر مرضا وبلاء أم يعتبر دينا وعبادة وقربة إلى الله تعالى؟ الجواب هو دين وعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من أهل البدع والضلال، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي لفظ عند مسلم من رواية أبي هريرة أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ضلال بعض الضلال، بل حتى إنه صلى الله عليه وسلم حذر كل الأمة منهم قبل ظهورهم. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. فتبين أن هذا الأمر عبادة وجهاد ودين وواجب كفائي متفق عليه، فكيف يكون الدين مرضا وبلاء؟ لا شك أن هذا الكلام من الدكتور الهواري من أبطل الباطل. وقد يقول قائل إن الدكتور الهواري قال ذلك
لأنه لا يعتبر محمد حسين يعقوب والعريفي في عداد أهل البدع. نقول إنه حتى إذا لم يقتنع بتبديع العلماء الذين ذكرناهم من قبل في تبديع محمد حسين يعقوب مثلا، فإن الشيخ الهواري يعتبر عبد الحي يوسف من الإخوان المسلمين كما قال ذلك بنفسه وهو مسجل، ولا شك أنه من أهل البدع، وقد اعترض عن السؤال عنه والكلام عليه الآن، وسمى ذلك مرضا وبلاء، وإما يؤيد أنه لا يحب الكلام في هؤلاء الضالين ما قاله عقب هذا الكلام وهو يفتخر بذلك. ولذلك أنا عندي الدروس التحقيق النسوية الشغال بهناك، شغال 6 سنوات 5 سنوات، لا تعلن عن إريد ولا تعلن عن موعد. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم كذا، بدأنا من الطهارة العامة إلى الإيمان والنزول. وقد سئل الشيخ العلامة الفوزان عن بعض الأباطيل التي قالها محمد العريفي فأجاب، لأنه يعتبر أن هذا الأمر دين. مع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك، وما حدث في الشعوب الآن يعني. أي هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مسلم اسمع واطع وان جلد ظهرك واخذ مالك، لا يتكلم عن لو ان الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكله، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره واخذ ماله، يقال لهذا الشخص لا تقم تدعو الى اسقاط هذا الحاكم او تقوم امامه بسلاحك، لان المفسده التي ستترتب على خروجك عليه اعظم من مفسده انه ضربك، شوف لك اي طريق اخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله. يقول حفظكم الله، ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟ أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو بيفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا. هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم. فقارن بين منهج علمائنا الكبار وبين كلام الدكتور الهواري هذا، تجد الفرق واضحا. والسؤال عن أهل البدع هو علم، وهو من دين الله الذي قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. ومع ذلك يصر الدكتور الهواري ويسأل مستنكرا أن يكون هذا من الدين. فالشاهد أغلب الأسئلة، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، هذا دين؟ رأيي أن تتأدب وتتعلم وتجلس في التراب وتثني ركبتيك أمام أهل العلم وتتعلم العلم وتتأدب وتزكي نفسك وتنظر إلى خلاصها أمام الله، هذا رأيي. ويقول الدكتور الهواري أيضا، أنا أرى طلابنا، بلهجته، أنا أرى طلابنا وطالباتنا في الجامعات شغالين في الفضاء وحيخرج مش صفر ألف صفر، انتوا اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا إلى العلم يا أخي، نحن نجلس لنا جلسة كاملة بدل ما نستفيد نحرر مسألة، بدل نذكر الأدلة نطلع كلها في العريف وفي عبد الحي يوسف، انتوا مالكم ولا الناس؟ أنا ما أعرف المرض الوضع في الطلبة شنو يا أخي. هكذا يقول. لاحظ أنه ما زال مصرا على أن يسمي السؤال عن ضلالات المخالفين لأهل السنة مرضا، بل وصف ضمنا الذي يسأل عن ضلال هؤلاء كأنه ابتعد عن العلم. ولذلك قال لهن، وكان اللقاء مع الطالبات، لما سألناه عن هؤلاء المنحرفين، انتوا اتقوا الله وارجعوا الى العلم، كان هذا الجواب على سؤالهن. وقال لما سئل عن ضلال هؤلاء ايضا، انا ارى طلابنا وطالباتنا في الجامعات شغالين في الفضاء وحيخرجوا مش صفر الف صفر. ولو قال قائل ان الشيخ الهواري قال لهم كطلاب مبتدئين، ولا يقصد منع الكلام او السؤال عن اهل الضلال بدليل كلامه، داء علم جرح وتعديل ما حقكم، والعلم داء حتى في العلماء قليل. فالجواب نقول اولا، هذه الجلسة التي اقامها الدكتور الهواري مع الطالبات اقامها هو للجرح، فجرحنا فيها نحن، وقال عنا ان دعوتنا في الجامعات
الأدب فيها قليل، ووصف دعوتنا فيها بالسفه والضلال، وقال إننا نريد فكرة الشيعة في الإمام المعصوم، وجرحنا بقوله لكن قد يكون الشباب هذول هم الذين اختلفوا منه، وهو قضية التجريح، إما أن تجرح وإما لا وإما أن تستدل. بل وجرح حتى العلماء الكبار الأئمة الذين زكاهم أهل العلم والأئمة، فجرح العلامة عبيد الجابري والشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. فلا ندري كيف يجرح للطالبات أهل السنة ولا يرضى أن يجرح لهن أهل الهوى والضلال، ولا حتى مجرد السؤال عنهم لا يرضاه ويعتبر ذلك مرضا وعدم علم وبلاء. ثانيا، كانت جلسته مع الطالبات نفسها فيها تعديل لمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب، مع أن أهل العلم جرحوا هؤلاء كما بينا من قبله، ولكن السؤال كيف يقول الدكتور الهواري للطالبات ده علم جرح وتعديل ما حدكم، أي لا يتكلمون فيه ولا يتناقشونه أبدا، مع أن جلسته معهن كاملة كان يجرح فيها من شاء ويعدل فيها من شاء. ثالثا، الطالبات لم يجرحوا بأنفسهن كما هو واضح في هذا اللقاء، وإنما سألوه هو فامتنع عن الجواب وقال هذا الكلام الباطل الذي سمعته قبل قليل. والدليل على هذا قول الدكتور عليكم الله ما ضيع زمن ثاني، انا شخصيا اذا دارين تجيبوني تسالوني من نزل لك تجيبوني ثاني، معليش يا عبد الحق ها دارت تسالوني اشرح لكم كلمات اديكم فوائد اديكم قواعد اديكم كلام عن السلف ينفعكم تجيبوني، نسأل الكلام في الاشخاص انا ما ثاني ما دارت. ولو قال انسان ان الدكتور الهواري امتنع لأنه رأى نفسه لم يصل إلى مستوى علماء الجرح والتعديل، فنقول له فكيف جاز للدكتور الهواري إذن أن يجرحنا ويجرح قبلنا العلامة الجابري والعلامة النجمي، وكيف جاز له أن يعدل المجروحين ممن ذكروا. أما قوله أنتم مالكم ومال الناس، ثم قال أيضا إذا دايرين تجيبوني تسألوني عن الناس ديل ما تجيبوني، وقوله أيضا الكلام في الأشخاص أنا تاني ما دايره، فالجواب عن ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الأشخاص لمصلحة الدين ولنصيحة الخلق، كما قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما سألته عن شخصين تقدما لخطبتها وهما من الصحابة رضي الله عن الجميع، أما معاوية فسعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، متفق عليه. وكذلك السلف الصالح كانوا يتكلمون في الناس حفاظا على الشريعة ويجرحون المجروحين. فعن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان قال قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان قال أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل عما يتقلد القضاء، فسألته قال أبو مزاحم فسألته أن يخرج إلي جوابا فوجه إلي بنسخة فكتبها، ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث به، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم، نسخة الرقعة التي عرضت على أحمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجابني عن ذلك بما قد كتبته، وأمر ابنه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره، ما سألت أن يوقع فيها سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح، فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. وسألته أيضا عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد ابن رباح، وذكر أنه جهمي معروف بذلك، وأنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا على الناس. وسألته عن شعيب ابن سهل فقال فيه جهمي معروف بذلك. وسألته عن عبيد الله بن أحمد فقال فيه جهمي معروف بذلك. وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك. وسألت عن محمد ابن منصور قاضي الأهواز
فقال فيه إنه كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. وسألته عن ابن علي ابن الجعد فقال كان معروفا عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك، ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك. وسألت عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد ابن عبد الله بن بغداد، فقال جهمي معروف بذلك من أصحاب بشر المريسي، وليس ينبغي أن يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. وسألت عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى. وسألت عن إبراهيم بن عتاب فقال لا أعرف إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. وتأمل ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين، لماذا؟ لأنه كان من أصحاب بشر المريسي. والدكتور الهواري حينما سئل أسئلة كثيرة عن بعض الناس المجروحين قال مستنكرا هذا دين، وحاد عن الجواب وقال رأيي أن تجلس في التراب وتتأدب وتتعلم، وكأن ذلك كله ليس من الدين وليس من الأدب وليس من العلم. استمع إلى كلام الدكتور. فالشاهد أغلب الأسئلة ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، هذا دين؟ رأيي أن تتأدب وتتعلم وتجلس في التراب وتثني ركبتيك أمام أهل العلم وتتعلم العلم وتتأدب وتزكي نفسك وتنظر إلى خلاصها أمام الله. ثم قال الإمام أحمد في ختام كلامه رحمه الله: وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين مع ما عليه، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع.